دخلت شهادة في اليرانية في اليد تحصلنا زوج كيلومتر ثلاثة كيلومتر ما يوصلش للمدرسة نخوة على سبيل المثال اللي قساوة في البكالوريا على جد طرام طرام حبس دار أكسيدون دخل في سيارة حبس طرام تلاميذ كانوا داخل رايحين يعقبوا البكالوريا قساوة روكا قساوة ماهوش الإشكالية تاعهم تلاميذ يدخلوا تعرفوا زيارة زيرادة هنا مع الماء اللي داروا فيها السكن الجديد تلاميذ يسكنوا مع الماء يروحوا زيرادة يعقبوا عرفنا شو البلاصة هذه وين يعقبوا المركز هذا اللي تاخذ فيهم ما كاش مطاعم ولا لافورت وين ياكلوا الدراري تبع تلميذ لازم يعاودوا للدار يفطر ولا ولد دار يعقبوا منين ما لحقوش قصاوهم يعني كي تشوف هيا زيد شوف صحاب الصحة اللي راه بعيد 100 كيلو اللي راه بعيد 150 كيلو اللي على سبيل المثال كما الأحرار اللي راحوا باش يعقبوا البكالوريا ووصلوا متأخرين ثلاث سوايع أربع سوايع على سبة النقل وما عندهمش وين المأوى وين يروحوا هذا الشيء هذا لازم احنا نقضيو عليه احنا كأبوية احنا لازمنا نفرضوا احنا المهم انا ماذا بيا نتعاونوا من اجل مصلحه بلادنا ما عندنا حتى بعد سياسي ولا ايديولوجي ولا عندنا نظره اخرى يعني الحاجه اخرى احنا عندنا مصلحه اولادنا فقط اللي حاب يدير السياسه يروح يدير السياسه اللي حاب يترشح فيك على كاش منصب يروح يدير يشوف جهه اخرى يترشح فيها. احنا هنا في جمعيه اولياء التلاميذ لازمنا نفرغوا الوجود تاعنا ماشي عين صح ماشي عين باش انا ما شاء الله نشوف واحد راه معايا ما قاليش ماشي جا طلب روحو وجا في القاعه هنا قدامنا وبدا يسمي في الوراق. هاني نرشح روحي لا نشوف واحد راه معايا هنا ولا مرشح ربو في كاش الاخر على جال الاخر من عارفو بلي الانسان هذاك راه صافي ما يهمنيش انا ما يهمنيش بصح انا نجم نزكي كشخص نجم نزكي بصح كمنظمة ما نجمش نزكي على انا نجم نزكي لاخاطش العمل تاعي ماهوش عمل سياسي ماهوش عمل احنا مجتمع مدني احنا من اجل مصلحة ولادنا فقط ونتحدى اي واحد سواء مسؤول